السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم مشاهدي الكرام وأبدأ وإياكم هذه الجولة في أهم ما أوردته الصحافة المحلية والعربية والدولية. ونبدأ من صحيفة الإنديبندنت البريطانية، حيث أفردت اليوم حيزا كبيرا للوضع في البحرين وكتبت تحليلا بعنوان البحرين المملكة المنقسمة، تحدثت فيها عن القمع الوحشي للمظاهرات البحرينية وما أظهرته من صدع دام بين السلطة الحاكمة والأغلبية الشعبية، مشيرة إلى أن استمرار العنف الحكومي قد يمزق الأمة كما يفعل في كل مكان. ويقول باتريك كريكداون في مقاله: لقد كان مفاجئا لي أن أجد البحرين انضمت إلى قائمة الدول التي تشلها الخلافات بين مجموعتين سكانيتين. إن المواجهة بين الأقلية الحاكمة بقيادة آل خليفة والأغلبية الشيعية ليست جديدة تماما، إلا أن ضراوة وحشية ما حصل برز في هذه الجزيرة بشكل صادم ومذهل. وفي وسط هذه التعقيدات ظهر محمود بسيوني الذي كلفه الملك برئاسة لجنة تحقيق في الأحداث التي تلت الانتفاضة الشعبية في 14 فبراير الماضي. ويقول الكاتب إن كثيرين يعتقدون أن الملك غير قادر أو غير راغب في الالتزام بما وعد به بسيوني، ونقل عن لسان زوجة أحد رجال الأعمال المسجونين في المنامة قولها: إنها مشكلة كبيرة إذا كان الملك لا يعرف فعلا ما الذي حدث، والمشكلة أكبر إذا كان يعرف ويتظاهر بالجهل. بينما يصر أنصار النظام على أن ما يحدث هو مؤامرة إيرانية على المملكة. أحدهم لم يذهب بعيدا لفهم ما يحدث في البحرين ولماذا يبدو الشيعة غاضبين. جراهام جرين في كتابه ممثلنا في هافانا يتحدث على لسان الشخصية الخيالية الكابتن سيغورا قائد شرطة كوبا الذي يميز بين نوعين من الناس: المضطهدون وغير القادرين للاضطهاد. وهذا التصنيف لم يكن يعني شيئا لقوات الشرطة البحرينية التي مارست قمعا بالجملة في 15 مارس تبع اجتياحا عسكريا قادته السعودية، فتعرض محتجو دوار اللؤلؤة للضرب وإطلاق النار كما جرى تدمير نصب اللؤلؤة. كل جزء من مجتمع الأغلبية الشعبية شعر أنه مستهدف. المساجد وأماكن العبادة أزيلت بالبلدوزر، العائلات المفجوعة راحت تبحث عن أقاربها بين الضحايا أو المعتقلين في سجون السلطة دون جدوى لأسابيع عدة. ويكمل الكاتب القصة كاملة ومن ضمنها استهداف الأطباء والناشطين والعاملين في المنظمات الإنسانية، إضافة إلى فصل المعارضين من أعمالهم ومعاقبة الطلاب المتفوقين بحرمانهم من المنح الدراسية. أما صحيفة الوسط فقد نشرت العناوين التالية: فيروز ومطر مستمران بالمطالبة بالحقوق المشروعة، ونتمنى توافقا يساهم في الاستقرار، الإفراج عن العشرات من الموقوفين أمس. أفرجت السلطات الأمنية عصر الأحد عن العشرات من الموقوفين، وعمت الأفراح العديدة من المناطق. وكان النائبان المستقيلان عن كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز ومطر إبراهيم مطر بالإضافة إلى المحامي محمد التاجر أبرز المفرج عنهم. من جانب آخر شدد النائبان المستقلان جواد فيروز ومطر مطر على استمرارهما في المطالبة بالحقوق المشروعة بكل الطرق السلمية، وشكرا لجنة تقصي الحقائق وكل من يسعى للإفراج عن الموقوفين. وفيما كان منشغلا باستقبال المهنئين أكد مطر أنه خرج بعزيمة أكبر من أجل المضي قدما نحو تحقيق المطالب السلمية والعادلة التي رفعتها مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أنه يرى الحل السياسي هو المفتاح لمعالجة الأزمة الحالية. فيما لوه فيروز في لقاء مع الوسط بعيد استقباله المهنئين في منزله بمدينة حمد إلى أن الإفراج النهائي يكون عندما نضمن أن كل موقوف ومعتقل ومحكوم يكون بين أهله، وتكون تلك الفرحة والفرحة الأكبر ستكون عندما نتوصل إلى توافقات سياسية تساهم في استقرار دائم في هذا الوطن. وتحت عنوان التربية تسلم دفعة من المعلمين رسائل فصلهم، قالت الوسط إن عددا من المعلمين قالوا إن وزارة التربية والتعليم سلمت دفعة منهم الأسبوع الماضي رسائل تفيد بفصلهم، كما وجهتهم إلى التظلم في مدة أقصاها 10 أيام. وأشار المعلمون إلى أن المخالفات تنوعت ما بين إعاقة سير العملية التعليمية واستغلال الطلاب للمشاركة في أي من الأنشطة المخالفة، فضلا عن التستر على الطلاب والمشاركة في المسيرات وتحريضهم على الإضراب والتجمهر.
وفي خبر آخر قالت الوسط ولي العهد يحث لغد مشرق يحقق تطلعات شباب البحرين. حث ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة شباب البحرين على تطلع بثقة وأمل إلى غد مشرق واعد يتسع لمساهماتهم البناءة ويحقق تطلعاتهم وأمانيهم الوطنية، موضحا إننا اجتزنا الأزمة كما اجتزنا أزماتنا السابقة بصبر شعبنا وتمسكنا بوحدتنا الراسخة والتفافنا حول قيادة الملك. صحيفة أخبار الخليج أوردت عنوانا يقول الخارجية تنشئ وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وقالت إن القرار جاء على خلفية اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة الخارجية والمجلس الأعلى للمرأة، حيث تعتبر وزارة الخارجية من أولى الوزارات الحكومية التي تقوم بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص. وفي عناوينها الأخرى قالت الصناعة والتجارة تشكل فريقا لتنفيذ مرئيات الحوار، وزير الصناعة يلوه بتطور العلاقات البحرينية الأمريكية، كما واصلت حملتها على قطر على خلفية الفيلم الوثائقي عن جرائم السلطة بحق المظاهرات السلمية في البحرين. وكتب جمال زويد مقالا بعنوان جزيرة قطر والثور الأبيض. أعتقد أنه ليس المجال الآن لبيان العلاقة بين قناة الجزيرة ودولة قطر، فمهما قيل عن استقلالية القناة وبعدها عن أي تبعية أو علاقة بشقيقتنا وجارتنا العزيزة، فإن تكاثر الأدلة على هذه التبعية وهذا الاستقلال والتوجيه يدحض الاستقلالية المزعومة ويبعد عن هذه القناة سالفة المهنية والموضوعية مهما تم ادعاؤها. ويكفي أن نقول إنه مع ظهور قناة الجزيرة القطرية صارت جميع الدول والأنظمة العربية في متناول مذيعيها ومؤدي برامجها وتحت مجهرها، لا يوجد أمامها أي خطوط حمراء صغرت أم كبرت في هذه الدول، وخاصة تلك التي لديها مفاصل أو قضايا خلاف مع السياسة والتوجهات الرسمية القطرية. غير أن قناة الجزيرة مع استباحتها للنقاش أو التعريض بالسلطات والأنظمة العربية جمعاء أوجدت استثناء من كل ذلك، وهي دولة المقر قطر الشقيقة التي هي بمنظار قناة الجزيرة ربما صارت مثل المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون في سابق الأزمان، تلك التي لا تجد فيها قناة الجزيرة ما تجده في بقية الدول الخليجية والعربية. ومضى الكاتب يروي قصة ثلاثة ثيران أبيض وأسود وأحمر، وكان في الأجمة أسد، وكان ثيران الثلاثة لاجتماعها لا يقدر عليها أحد، فأخذ الأسد يفكر كيف يتغلب على هذه الوحدة. وذات يوم قال الأسد للثورين الأحمر والأسود إن وجود الثور الأبيض بيننا خطر علينا لأنه يدل علينا ببياضه، أما أنا وأنتما فألواننا متماثلة، فلو تركتماني أكله صفت لنا الأجمة، فقال دونك فكله فأكله. ومضت أيام وجاء الأسد إلى الثور الأحمر وقال له إن لوني مثل لونك فدعني آكل الثور الأسود لتصفو لنا الأجمة، فقال الثور الأحمر دونك فكله فأكله. ولم يبقى في الأجمة إلا الأسد والثور الأحمر، ورأى الأسود أنه قد تمكن من هذا الثور بعد فقده أخويه، فقال أيها الثور سأكلك لا محالة، فقال له الثور دعني أنادي ثلاثا، فقال الأسد افعل، فنادى الثور بأعلى صوته ألا إني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. صحيفة الأيام أوردت العناوين التالية إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الخارجية استراتيجية مستقبلية للمحافظة على الإنجازات الشبابية، سلمان بن إبراهيم الأعلى للشباب حريص على تفعيل مرئيات الحوار، رئيس الوزراء يدعو للتركيز على توحيد الجهود لمواجهة التحديات، دول التعاون تلتقي حول أهداف مشتركة ومخزون تاريخي من العلاقات، لا معادلة للشهادات الصادرة من لبنان بنظام الانتساب. مرآة البحرين تفتتح ملف الطاقم الطبي أخطر ما في حلق السلطة، وقالت إنه بالتزامن مع ما يتعرض له الكادر الطبي من محاكمات وانتهاكات وتشويه لبياض مهنته، تنشر مرآة البحرين على حلقات مجموعة من التقارير الخاصة التي تحاول أن تجيب على الأسئلة التالية: لماذا الأطباء والكادر الطبي أكثر من غيرهم؟ ما الخطر الذي يمثله وجود هؤلاء على السلطة؟
كيف سار سيناريو الأحداث في مستشفى السلمانية الطبي منذ 14 من فبراير حتى الآن. وفي شأن آخر، نقلت عن واشنطن بوست البحرين مركز رئيسي لالتزامات واشنطن الاستراتيجية. قال الباحث في معهد الشرق الأوسط توماس دبليو ليبمان في مقاله في صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان تحالف واشنطن غير السهل مع البحرين، مشيرا إلى أن المملكة مركز رئيسي لعمليات أمريكا العسكرية وأيضا لالتزاماتها الاستراتيجية، فهي تستضيف مقرات الأسطول الأمريكي الخامس، وهي أيضا من بين مستوردي الأسلحة الأمريكية. ويستدل ليبمان بتقرير صدر مؤخرا يفيد بأن الولايات المتحدة تعهدت بتوسيع تجهيزاتها البحرية والجوية في البحرين بتمويل تصل قيمته إلى 580 مليون دولار. وفي عام 2002 تم اعتبار البحرين رسميا حليفا رئيسيا للناتو من خارج أعضاء الحلف. أما فيما يخص الحوار فكتبت إيمان شمس الدين: أزمة حوار أم أزمة ثقة؟ البحرين كدولة تاريخية قديمة شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية وعدة محاولات للإصلاح السياسي، ولكن منذ عقود قريبة والحركة الإصلاحية في البحرين لم تهدأ، وكان غالبا محصلتها إما سجن المطالبين بالإصلاح أو باستدراجهم لحوارات تكون نتيجتها اللا حوار. وقد شهدت البحرين منذ سبعينات القرن الماضي الكثير من الحركات المطلبية التي سقط لأجلها عدد كبير من الشهداء البحرينيين. وبالرغم من تغير وجوه السلطة إلا أن المنهج والأسلوب المتبع كان واحدا، وهو المواجهة القمعية ومن ثم تصعيد الأحداث بالاعتقال والقمع والتعذيب، وبعد ذلك الدعوة إلى الحوار وعقد مجموعة اتفاقيات ثم الانقلاب عليها أو تحقيق بعض المطالب التي لا ترقى لمستوى ما أقره الدستور البحريني من حقوق وواجبات للمواطن وموافقة عليه البحرين ووقعت عليه في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الفرد في وطنه.